السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حمد محمد البلوشي، أخصائي جولات ثقافية في جامع الشيخ زايد الكبير. أطول المعالم المعمارية في جامع الشيخ زايد الكبير هي المآذن التي ترتفع لنحو 106 أمتار في زوايا الصحن الأربعة، ويعكس تصميمها جانبي التنوع والشمولية في الطراز المعماري للجامع، إذ تجمع أنماطاً معمارية متنوعة من عصور مختلفة. مآذن جامع الشيخ زايد الكبير مؤلفة من طبقات عدة مربعة ومثملة ودائرية الشكل، وتتزين ببعض العلامات المميزة كالشرفات والنهائيات المذهبة وشبكات الخطوط اللولبية ووفرة الأفاريز، كما يمكن للزائر أن يلاحظ الهلال الذهبي على قمتها، والذي يعد أحد عناصر العمارة الإسلامية المعروفة في الجوامع تاريخياً. وإن توفير مكان مرتفع للمؤذن يستطيع منه رفع الأذان يعد أحد المهام الأساسية للمأذنة. ومن جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي يبث الأذان الموحد إلى جوامع مدينة أبوظبي ومساجدها كافة.